دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها Business Models for Mobile Apps. البيزنس موديل ده هو ايه سواء للموبايل اب او لأي حاجة تاني؟ هو الطريقة اللي انا هشتغل عليها او اسلوب التفكير اللي من خلاله هجيب ريفينو او هعمل مونيتايزيشن من الاخر، يعني كده اللي من خلاله هكسب فلوس من خلال الحاجة اللي انا بصنعها دي. فطبعا احنا لما بنتكلم عن الموبايل ابليكيشنز في الغالب طبعا بنسبة حوالي 90% ويمكن تزيد، اي حد بيعمل موبايل ابليكيشن بيبقى الهدف الاساسي عنده هو الربح المالي. يعني او ممكن يكون في اهداف تاني ان انا افيد الناس، ان احنا نروج لفكرة معينة، لكن قبل ده كله غالب الابليكيشنز وغالب الالعاب وكل الافكار وفيسبوك وكل الحاجات دي بيبقى المعيار الاول هو احنا هنكسب فلوس ازاي، لان كمان في اوقات بيكون في مستثمرين مشاركين في حاجة زي دي فيهمهم قوي يعرفوا ان الفلوس اللي هيدفعوها دي هتعود عليهم بربح. طيب دلوقتي ممكن واحد يسأل ليه انا كتستر اعرف البيزنس موديل بتاع الموبايل ابليكيشن بتاعي؟ يعني المفروض ان دي حاجة مثلا تفيد الديفلوبر والديزاينر وبرضو الاناليست وهم بيجمعوا requirements وبيعملوا design وبيديفلوب الاب، مش بتفيدني انا في نهاية المشروع وانا بعمل testing. الفكرة ان هي بتفيدني كتستر في حاجات، ان انا اتأكد ان الابليكيشن الشكل اللي هو اتعمل بيه ده بيحقق فعلا البيزنس موديل المطلوب. يعني على سبيل المثال في ابليكيشنز مثلا بتظهر اعلانات في الابليكيشن عشان انت لما تشوفها او تدوس عليها اللي عامل الابليكيشن ياخد فلوس وارباح. ففي الحالة دي انا المفروض اتأكد ان الاعلانات دي مثلا مش بتأثر على اليوزر اكسبيرينس بتاعت اليوزر، ما يبقاش مثلا الاعلان واخد الشاشة كلها واليوزر ما يقدرش يدوس سكيب ابدا غير لما يقفل الاب ويفتحه تاني. في الحالة دي مثلا اليوزر هيمسح الابليكيشن، فعشان كده هنلاقي دايما في الاعلانات اللي على اليوتيوب او اي ابليكيشن في اعلانات بيبقى فيه مثلا 5 ثواني في نهايتهم انت من حقك تلغي الاعلان. لسه برضو حصل قريب حاجة في النقطة دي، ان جوجل مسحت ابليكيشنز كتير جدا من على الستور بسبب ان الديفلوبرز بتوعها كانوا عاملين الفكرة بتاعت ان انت مجرد ما تنزل الابليكيشن على الموبايل تلاقيه اجباري بيظهر لك اعلانات حتى لو انت قافل الابليكيشن. يعني الابليكيشن يبقى مقفول اصلا وانت شغال على الموبايل جوه ابليكيشن تاني خالص وتلاقي اعلان ظهر فول سكرين مش عارف تقفله. ممكن حد من اللي بيسمعني اصلا يكون حصل معاه الموقف ده قبل كده في موبايله. في الحاله دي بيكون في ابلكيشن بيعمل الاكشن ده، فدي اول حاجه بتخلي اليوزرز ما يحبوش الابلكيشن بتاعك، ولو عرفوا حاجه زي دي هيمسحوه، وكمان الفندور اللي هو جوجل او ابل لو عرف انك بتستخدم طريقه زي دي هيمسح الاب بتاعك من على الستور. فاحنا عندنا كذا بيزنس موديل بنختار منهم واحنا بنعمل الابلكيشن بتاعنا، وانت كتستر المفروض يكون ليك راي في اختيار البيزنس موديل ده طبعا بناء على خبرتك في الموبايل تيستينج مش اي حاجه تاني. اول موديل عندنا هو الفريميوم موديل، من اسمه يعني الابليكيشن فري، وده مشهور جدا ان انت بتلاقي ابليكيشن فري تماما، على سبيل المثال لعبه اندرويد مثلا، وتلاقي ان انت بتدفع بس لو عايز فيتشر زياده. يعني مثلا انت بتلعب لعبه زي ببجي، زي كاندي كراش، زي فيفا مثلا، اللعبه كلها فري بس في حاجات جوه يقولك لا والله احنا محتاجين عشان تفتح الليفلات دي تدفع حاجات زياده. او في المقابل يكون ابليكيشن عادي، ابليكيشن تعليمي او ويب سايت تعليمي، وانت بيديك شويه فيتشرز فري وعشان تكمل في الفيتشرز زياده بتكون بتدفع. الابلكيشن ده لازم يكون اتراكتيف، لازم يكون جاذب لليوزر، بحيث ان احنا هدفنا في الابلكيشن ده ان اليوزر لما يجرب الفيتشرز الفري اللي فيه يبقى حابب يدفع، يبقى حابب يكمل ويشوف الحاجات اللي بفلوس. ممكن كمان نحط له اوبشن ان هو مثلا ياخد الحاجات اللي بفلوس دي لمده معينه او لوقت معين عشان يجربها وبعدين نلغيها من عليه تاني، فوقتها يحب ان هو يستمر في الاكسبيرينس اللي عجبته. انما لو كان الابلكيشن اصلا مش اتراكتيف فعمر ما اليوزر هيحب ان هو يدفع فلوس في حاجه اكتر من الحاجه المش اتراكتيف دي، وبرضه لو كان الجزء اللي بفلوس ده ما فيهوش حاجات تستاهل الفلوس المدفوعه فيها اكيد اليوزر هيقرر بعدين ان هو يلغي اشتراكه. مثال على ده مثلا عندنا دروب بوكس. دروب بوكس لو حد دخل عليه هنلاقي ان في نسخه فري ونسخ بفلوس. عندنا مثال زي سلاك، دي تول بنمانج بيها التيمز بتاعتنا. عندنا برضو مثلا تي اف اس في منها نسخه فري لحد عدد معين من اليوزرز، لكن بعد كده بتبقى بفلوس لو هتزود فيتشرز عن كده. مثال برضو عندنا مثلا دولينجو وميمرايز، الابلكيشنز بتاعه تعليم اللغات. هتلاقي ان انت لما تدخل على ميمرايز او دولينجو هيبدا معاك فري بثلاثه فيتشرز زي ما احنا شايفين، وبعدين تقدر تدفع وتشترك في اشتراك شهري يخليك تاخد فيتشرز زياده. وهتلاقي حتى كمان في الاشتراك الشهري بيقول لك في عندنا 30 داي ترايل، تقدر تجرب الاشتراك الشهري لمده 30 يوم ببلاش عشان في نهايتهم تقرر هتشتري الابلكيشن ولا لا. تاني نوع وده مشهور جدا برضو هو الادفيرتايزمنت بيزد ابلكيشن. هنا ده ابلكيشن فري تماما والمكسب من خلال الاعلانات. طبعا بنشوف ده في العاب كتير، بنشوفه في اليوتيوب طبعا، والاعلانات دي بتكون انواع، في اعلانات بتكون فيديوهات، في اعلانات بتكون صور تحت مثلا ظاهره فدي مش بتاثر عليك اصلا، في اوقات بتبقى لا صوره فول سكرين،
بس بتيجي وقت معين وتختفي وهكذا. النوعية دي من البيزنس موديل مناسبة جدا لو الابليكيشن ده بيستخدم لمدة طويلة، لو اليوزر بيقعد جوه الابليكيشن مدة طويلة. تخيل لو اليوزر بيفتح الابليكيشن بتاعي دقيقة كل يوم، يبص على حاجة ويقفل، مثلا بيعرف اخبار الويذر، درجة الحرارة النهاردة كام وكده. ففي الحالة دي احتمالية ان اليوزر يشوف اعلانات قليلة قوي، اخره مثلا هيشوف اعلان اول ما يفتح الابليكيشن هيقفله يخلص اللي عايزه ويقفل تاني. انما بقى لما يكون ابليكيشن مدة استخدام اليوزر ليه طويلة، كل ما اليوزر بيقعد جواه اكتر كل ما بتظهر له اعلانات اكتر. لو حد مثلا قعد على اليوتيوب لمدة ساعة كاملة مينيمم بيظهر له دلوقتي خصوصا في 2019 يعني 3-4 اعلانات خلال الساعة دي، منها اعلانات سكيبابل منها اعلانات لا. ففي الحاله دي الريفينو بيكون كبير. نفس الكلام في الالعاب، ده طبعا بيكون مناسب جدا لان غالب الناس اللي بتلعب العاب زي مثلا كاندي كراش بيقعدوا جواها عدد ساعات كبير جدا، فبالتالي انا كده بستفيد من ده ان بتظهر اعلانات كتير لليوزر. طبعا الاعلانات لازم تكون نوتابل. يعني ايه نوتابل؟ يعني واضحه في مكان واضح، بس في نفس الوقت ما تاثرش بصوره سلبيه على اليوزر اكسبيرينس. هنا بقى بيظهر التشالنج بالنسبه لك كتستر ان انت تتاكد من حاجه زي دي، الاعلان مكانه يخلي اليوزر عايز يدوس عليه او عايز يشوفه، بس في نفس الوقت يخليه برضه ما يزهقش من الابلكيشن ويقرر يمسحه. النوع الثالث وده نوع شويه مميز او مختلف هو الترانزاكشن بيزد ابلكيشن. هنا انا مش بظهر لك اعلانات، مش ده الاساس، ولا الابلكيشن فري وجزء منه بفلوس. هنا انا بحاسبك على حسب الترانزاكشن. يعني ايه على حسب الترانزاكشن؟ يعني كل اكشن بتعمله لوحده بتدفع ثمنه، زي كده كأنك بتروح سوبر ماركت، ده مثال، وبتشتري حاجات. أنا مش بدفعك في السوبر ماركت اشتراك شهري، ولا مثلا بخلي السوبر ماركت المنتجات فيه ببلاش وجزء منها بفلوس، لا، أنت كل منتج لوحده بتمن. مثال على ده طبعا مثلا موقع يوديمي. موقع يوديمي أنت ما بتشتركش اشتراك شهري، لا، أنت بتدفع ثمن كل كورس لوحده. مثال تاني مثلا زي أوبر وكريم، انت هنا ما بتدفعش حاجه في الابلكيشن نفسه، لا، انت بتدفع لكل ترانزاكشن، كل مشوار بتعمله بفلوس. نفس الفكره مثلا سويفل، نفس الفكره في اطلب، ده مثال. لكن مثلا اطلب زي ما قلنا ترانزاكشن بيزد، ليه؟ لان انا بدفع على كل اوردر بعمله. في المقابل مثلا في ابلكيشن ظهر الفتره دي اظن اسمه مام او ماما او مامي حاجه زي كده، دول بيعملوا اكل في البيوت مثلا، ده مش اعلان، انا بقول لكم السوق بيحصل فيه ايه. ابلكيشن ده بيعملوا اكل في البيت وبتدفع اشتراك شهري وبتاخد قصاد الاشتراك الشهري ده الاكل اللي انت عايزه. يبقى ده مش ترانزاكشن بيزد، ده نوع جديد بقى لسه هنتكلم عنه اسمه في بيزد. يبقى الترانزاكشن بيزد فكرته ان انا بدفعك على كل عمليه بتعملها. رابع نوع هو الفي بيزد، والفي بيزد نوع خطر جدا. يعني ايه خطر جدا؟ يعني لو ده القرار بتاعك وانت بتعمل ابلكيشن لازم تاخد بالك كويس جدا، لان الخساره هنا بتبقى خساره فادحه. فكره الابلكيشنز دي ايه؟ ان انت بتدفع اصلا عشان تحمل الابلكيشن. الابلكيشن ما فيهوش اي حاجه فري، انت لازم تدفع ثمنه بالكامل، سواء كان الثمن ده اشتراك شهري، سواء كان سنوي او يومي، او حتى بتدفع مره واحده مثلا مقابل ان انت يبقى معاك الابلكيشن للابد. فكره الابلكيشنز دي ان هي عشان تبقى كده، عشان انت تقرر تعمل ابلكيشن بالنوعيه دي، لازم يكون الابلكيشن اداؤه رائع بطريقه مبالغ فيها بالمقارنه باللي زيه في السوق. يعني مثلا عندنا مثال نتفليكس. نتفليكس لما قرروا يعملوا حاجه زي كده بفلوس، فيديوهات بفلوس، حاولوا يسيطروا على السوق، يخلوا فيه مسلسلات اصلا بتتعمل تبعهم مش موجوده في اي مكان تاني، يخلوا فيه يوزر اكسبيرينس جامده جدا جوه الابلكيشن مش هتلاقيها ولا في يوتيوب ولا في اي مصدر فري. لان لو ده ما حصلش، لو انت عامل حاجه في بيزد والناس عندها بديل ليها، حتى لو البديل ده مش بنفس الجوده، نفترض ان الحاجه بتاعتك جودتها 90% والبديل الفري جودته 60%، الناس هتقرر تروح للبديل المجاني. انما لما تبقى انت عامل حاجه فعلا outstanding، فعلا اليوزر لما يدفع فلوس يحس ايه ده، ده انا استفدت يمكن اكتر من اللي دفعته، يعني الفاليو اللي باخدها اكتر من الماني دفعته، في الحاله دي هو هيقرر يكمل معاك. بس طبعا صعب جدا ان احنا نعمل ابلكيشن بالنوعيه دي لو انت بتبدا في بدايه الموبايل ديفلوبمنت. يعني لو حد بيتفرج علينا وناوي يعمل ابلكيشن في البدايه، القرار ده بيبقى صعب، لان انت عشان تعمل ابلكيشن بالنوعيه دي لازم يبقى عندك ميزانيه دعايه كبيره عشان تقنع الناس ان هم يشتركوا في الابلكيشن. هنلاقي طبعا الفي بيزد ابلكيشنز موجوده اكتر في الاي او اس من الاندرويد. يعني الاندرويد بيحب قوي يعتمد على الاعلانات لان احنا عندنا يوزرز كتير، فلما نزل الابلكيشن فري اليوزرز هيشوفوا الاعلانات وانا هكسب كتير. في المقابل في الاي او اس عدد اليوزر قليل، فهو بيفكر اكتر في انه يدفعك مقابل الاب ويديك اكسبيرينس كويسه. ده مش في كل الابلكيشنز، لكن انا بتكلم الحاجه المنتشره اكتر هنا وهنا. خامس نوع بقى هو الانتربرايز ابس. انتربرايز يعني شركات. هنا الابليكيشن نفسه احنا مش بنكسب منه حاجه، مش معمول عشان الارباح، هو معمول عشان احنا عندنا حد موظف في شركه او بيتعامل مع شركه
وهيتعامل مع الشركة دي او هيستفيد من بعض الفيتشرز من خلال الابليكيشن نفسه. الابليكيشن ما بيكونش فيه اي اعلانات وزي ما قلنا ما بيديش اي ارباح ولا بتدفع فلوس عشان تستخدمه. امال الارباح بتيجي منين؟ بتيجي في الغالب بصورة غير مباشرة. هنا عندنا مثلا ده ابليكيشن يوتيوب ستوديو، اليوتيوبرز عارفينه. الابليكيشن ده فكرته ان انت اي حد عندك قناة يوتيوب بتشوف كل المعلومات بتاعت القناة بتاعتك من عليه، عدد الفيوز، الناس بتيجي من فين، الناس بتقعد قد ايه جوه القناة، الفيديوهات اللي الناس بتشوفها اكتر، طب الناس بتبحث على ايه عشان تشوف القناة بتاعتك، لو انت مفعل الارباح، الارباح كام، وهكذا. الابليكيشن ده نفسه اليوتيوب مش بيكسب من وراه ولا حاجة. امال المكسب من فين؟ من خلال ان انت كواحد يوتيوبر لما بتستخدم الابليكيشن ده بتحب اليوتيوب اكتر، بتحب تشتغل عليه اكتر لان انت بتقدر تعمل مونيتور لكل شغلك، فبالتالي ارباح اليوتيوب بتزيد من خلال الفيديوهات اللي انت بتعملها على القناة بتاعتك. نفس الفكرة لو احنا بنك مثلا وعاملين ابليكيشن عشان اليوزرز بتوع البنك يدخلوا من عليه. عندك مثال زي بيونير، زي بيبال، زي اي بنك عندنا، البنك الاهلي، اي بنك. ففي الحالة دي الابليكيشن ده مش بيكسب ولا شيلن، بس الابليكيشن ده هيخلي الناس حابة تكمل مع البنك بتاعنا، فهتدفع الاشتراك بتاع البنك وهتحط فلوسها في البنك، هيخلي الناس تقول لمعارفها ان الابليكيشن بتاعنا كويس، وهكذا. علشان كده الانتربرايز ابس نوع مخصص جدا من الابليكيشنز بيستخدم في نطاق ضيق جدا. يبقى احنا كده عندنا خمس مودلز: فريميوم، وده بيكون فري بس فيه شوية فيتشرز فلوس، ادفرتايزمنت بيست بيكون فري بس في اعلانات بتظهر لك، ترانزاكشن بيزد انا بحاسبك على حسب كل ترانزاكشن لوحدها، الفي بيزد انت بتدفع اصلا عشان تستخدم الابليكيشن، واخر حاجه الانتربرايز بيزد ده معمول للشركات وما بيكونش فيه ارباح اصلا. انت كتستر لازم تبقى فاهم الابليكيشن اللي بتستو من اي نوع من الخمسه، حتى لو كان الديفلوبر مش عارف وما يعرفش ان في اصلا خمسه بيزنس مودلز، لازم انت تفكر وانت بتعمل تيست بلاننج ايه البيزنس موديل بتاعي، وانت بتست تحط بزنس موديل في دماغك وتقارن اداء الابليكيشن بتاعك قصاده.